كلمة محمد جحش. تفضل. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معالي الوزير، الزميلات والزملاء النواب، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، يحتل الساكن مكانة متميزة لكل الشعب الجزائري بصورة عامة، وجاليتنا المقيمة بالخارج بصورة خاصة، إذ نجد قطاع الإسكان من بين العناصر الأساسية التي ارتكز عليها المخطط الخماسي السابق 2005-2009، وكذلك يعتبر من بين المشاريع الكبرى التي جاءت في المخطط الخماسي الحالي 2010-2014، والتي تدخل في برامج فخامة رئيس الجمهورية. فتخصيص 1,000,000 وحدة سكنية لكل مخطط خماسي ليس بالشيء السهل، فلا بد من إرصاد موارد مالية ضخمة ويد عاملة مؤهلة ومكاتب دراسات احترافية، مع مراعاة عنصر الحداثة ومبادئ التخطيط العمراني العالمي والتأقلم مع الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية، لنصل في النهاية إلى تلبية حاجيات المجتمع. سيدي الرئيس، معالي الوزير، إن التعاون العقاري الذي جاء بأمر 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 تلاه النص القانوني للترقية العقارية 86-7 المؤرخ في 4 مارس سنة 86، والذي تلاه المرسوم التشريعي 93-3 المؤرخ في 1 مارس سنة 1993 المتعلق بالنشاط العقاري، لم تعد كافية لتلبية حاجيات المجتمع، وذلك لهشاشة العلاقة بين المرقي والمقتني والدولة. لكن وجوب الاعتماد على مقاول في مشروع القانون الجديد عند قيام شخص طبيعي بالبناء أو الإصلاح أو الترميم أو التجديد أو إكمال ما تبقى من البناء قد تكون له ثغرة قانونية، والمتمثلة في أنه بالإمكان على أي شخص طبيعي أن يتحصل على سجل تجاري لصفة مقاول من أجل البناء أو الترميم أو ما شبه ذلك، دون الاعتماد على مقاولين محترفين وذوي المهنة والمهارة. ففي المادة 3 المخصصة لتعريف الأحكام العامة من هذا القانون الجديد، بأن المشروع العقاري هو مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتهيئة والإصلاح والترميم والتجديد إلى آخره، فما هو حجم الإصلاح والترميم اللي يدخل ضمن المشروع العقاري؟ فإذا ربطنا تعريف المشروع العقاري في المادة 3 بالمادة 19 الخاصة بالمهني العقاري، فنجد أن الشخص الطبيعي ملزما بعدم ترميم أو إصلاح أو إكمال حاجاته الخاصة، فنطلب إما بحذف الشخص الطبيعي من المادة 19 أو حصرها عند البناء فقط وليس عند الترميم أو الإصلاح. سيدي الرئيس، معالي الوزير، المادة 11 من مشروع هذا القانون تنص على أنه لا يمكن إنجاز إلا المشاريع العقارية التي تتوفر فيها عقود التعمير والتراخيص الإدارية المطلوبة إلى آخره. فكيف نفسر شركة سون الغاز الوطنية الحكومية التي تقوم بتزويد كل المنازل الفوضوية بالغاز أو الكهرباء، وأغلب هذه المنازل مصنفة كبناءات فوضوية أو فلاحية تنتهي بالردم والتكسير من طرف السلطات المحلية، مما يؤدي في النهاية إلى خسارة المواطن واضطرابات اجتماعية؟ منطقيا إذا توقفت شركة سون الغاز من تزويد المنازل التي لا تتوفر فيها عقود البناء والتراخيص الإدارية، فسوف تقل أو تنعدم المنازل الفوضوية. سيدي الرئيس، معالي الوزير، المادة 8 من الأحكام العامة من هذا القانون الجديد تنص على أن يجب أن تسعى كل عملية تجديد عمراني إلى جمالية الإطار المبني وتحسين راحة المستعملين وكذا مطابقته للمعايير السارية، فنود أن تكون كذلك مطابقة للمعايير العالمية لتشمل تعدد المراحيض في الشقق والسكنات. المادة 63 من هذا القانون الجديد الخاصة بتسيير المشاريع العقارية التي تنص على أن يلتزم المرقي العقاري بضمان والأمر بضمان إدارة الأملاك مدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناء إلى آخره، إن هذا التنظيم يخدم الصالح العام، فلا بد لنا أن نجعل إدارة دائمة في كل مجمع سكني تقوم بالتنظيف والطلاء والإصلاح والحراسة، وذلك بإجبارية كل السكان القاطنين بدفع مبلغ محدد شهريا يغطي تكاليف إدارة المجمع السكني، مما يؤدي إلى زيادة في اليد العاملة المسجلة في الصندوق الوطني وتعم الطمأنينة والسكينة. وشكرا.